اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. ان شاء الله انكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحه جيده. اليوم حنا كنتوالدوا امام المسرح الكبير بمدينه الدار البيضاء. هو واحد المشروع لسنوات وما فيه الاشغال. دابا الاشغال سالت، السؤال اللي كيطرح نفسه هو شنو اللي مخلي هذا المركب الثقافي وهذا المسرح البلدي باقي ما حلش وما باشرش النشاط ديالو رغم انتهاء الاشغال؟ فهو بنايه كبيره وصرح كبير وغيكون دعامه للمشهد الفني المغربي، ولكن شنو الظروف والتفاصيل اللي خلات؟ هو السؤال المطروح الان، لانه مده وهاد الاشغال كاينه، فاكيد بزاف منكم كانوا كيدوزوا من حداه وكيشوفوا لي تخافوا، لي تخافوا سالاو وهو باقي كاع محل. فهذه هي الصك النهائي من بعد سنوات ديال الاصلاح، لانه هنايا في مكان نورمالمون كيكون الحمام الى كان عقلو، ومن موراها ما بقاش. إذا مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا حنا كنتوالدوا بمدينة الدار البيضاء وتحديدا أمام المسرح البلدي، واحد من أهم المنشآت الفنية بمدينة الدار البيضاء، منشأة لشهور وسنوات والأشغال فيها، ودابا الأشغال سالت وباقي هذا المركز أو هذا المركب باقي ما تفتحش أبوابه أمام البيضاويين والمغاربة كافة. فهذا السؤال موجه لعمدة المدينة، ما الإشكالات وما العراقيل اللي كتواجه افتتاح هذا الصرح الفني الكبير؟ بغينا نعرفوا علاش هذا المسرح باقي ما تحرش. هو السؤال اللي مطروح بشدة مشاهدينا الكرام. بزاف منكم غيكونوا كيدوزوا هنايا وكيشوفوا هذه البناية هذه كيفاش هي تستحق أنها تكون مفتوحة أمام البيضاويين، ولكن للأسف باقا ما تحلتش. مرحبا بكم، مرحبا بتعليقاتكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر. شنو ذكرياتكم مع هذا المكان، مع هذه البنايه اللي اكيد كلكم كتشوفوها كل ما كتجيو لهذه الساحه هذه، تحت الحمام او تحت العماله كما كنسميوها بعض الناس، وباقا ما تحلاتش وجه بنايه كبيره اللي عندها مجموعه من الابعاد. مشاهدينا الكرام نتمنوا على انه هذا المقر هذا يشوف النور في القريب العاجل، باش هكا يكون اضافه للمشهد الفني المغربي، لانه بصح محتاجين المسارح اللي كتعرف عروض كبيره، لانه بصح كاين نقص في المسارح. فمن غير هذه المنطقه، من غير مسرح سيدي بليوط، راه ما كاينش مسرح اللي كبير واللي يقدر يستقبل عروض مسرحيه كبيره. فنتمنوا انه هذا المسرح هذا يتفتح في القريب العاجل، باش هكا سكنت مدينه الدار البيضاء وكل محبي فن المسرح يكونوا على موعد مع مجموعه من العروض المسرحيه اللي مهمه وحاسمه مسارهم الفني، لانه بصح العروض او صالات العروض او مراكز العروض فيها نقص كبير خاصه في مدينه الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام نتمنى الخير، الله يجزيك الخير يا اخي، الله ييسر الامر ان شاء الله، ونشوفوا ونحضروا معكم ونعيشوا معكم تفاصيل افتتاح المسرح البلدي، مسرح اللي كبير في الدار البيضاء واللي سنوات هما الاشغال كاين فيه. نتمنى على انه في قريب العاجل يتم افتتاح هذا المسرح هذا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على وفائكم وتتبعكم لهذا البث المباشر. احنا حاولنا نقربكم من هذه البنايه هذه ونعرفكم على الحله الجديده اللي جات بها من بعد سنوات ديال الاصلاح، سنوات الاشغال فيها وما بقى قدنا فات ان شاء الله، وندخلوا نكتشفوا البنايه من الداخل ونعرفوا الاروقه ديالها وبزاف ديال الامور اللي مهمه، واكيد انتم كقزاويين وكمغاربه تبغوا تعرفوها وتعيشوها. نتمنوا الخير ان شاء الله مشاهدينا الكرام، وما غادي يكون غير الخير. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على وفائكم وتتبعكم لهذا البث المباشر. نتلاقاو في الخير مشاهدينا الكرام، السلام عليكم.